هذه المدارس منذ الأيام الأولى لهذه العملية العسكرية، كان يتم الإعلان عن إحداثيات هذه المراكز حتى لا يتم استهدافها، ولكن إسرائيل تستخدم هذه الإحداثيات كي يتم الاستهداف. هناك سياسة ممنهجة لقتل الفلسطينيين، خاصة الفلسطينيين الآمنين الذين يوجدوا في مناطق آمنة كالمدارس والمستشفيات، وهذا شاهدناه على مدار 10 أشهر الماضية من سياسة واضحة لعمليات القتل كي لا يكون هناك أي من الأماكن الآمنة. واليوم هو استهداف لهذه المدرسة وكذلك في وقت صلاة الفجر، أي أولئك الذين يقومون بالصلاة، الأمر الذي يتنافى مع كل قواعد القانون الدولي الإنساني وقواعد القانون حتى الأعراف الخاصة بالحروب. استهداف الآمنين في المدارس، النازحين إليها، وكذلك المصلين الذين يقومون بالعبادة. وهذا في ظني جزء من السياسة الإسرائيلية التي تريد عمليا تهجير المواطنين الفلسطينيين، تهدف إلى ذلك وإلى تدمير أي فرصة للوصول إلى اتفاق يتعلق بإنهاء هذه الحرب المجنونة والجرائم الحرب التي يقوم بها الاحتلال الفلسطيني من جهة، ومن جهة أخرى هو يريد الضغط من خلال قتل المدنيين على أي مفاوض يمكن أن يفاوض الإسرائيليين خلال الأيام القادمة، خاصة بعد الإعلان الثلاثي من الوسطاء بضرورة الوصول إلى اتفاق أو عقد اجتماع من أجل الوصول إلى اتفاق، لأنه لم يعد هناك متسعا من الوقت، وأن الضحايا والمعاناة التي شهدها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لم تعد محتملة. لذلك أعتقد أن رئيس الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي يرغبون بمزيد من عمليات القتل والضغط على المفاوض الفلسطيني في هذه اللحظة التاريخية كي يكون هناك إمكانية لوجود تنازلات من قبل الطرف الفلسطيني. لذلك أعتقد أن جميع أن هذه الأيام ستكون أيام صعبة من الآن إلى يوم الخميس القادم، استهدافات مباشرة للمدنيين الفلسطينيين وكذلك الأماكن الآمنة، حتى تلك الأماكن التي قال عنها الاحتلال الإسرائيلي باعتبارها آمنة، كما شاهدنا في النصيرات وفي خان يونس وفي المواصي وغيرها من الأماكن التي حث الإسرائيليون الفلسطينيين للذهاب إليها، ومن ثم تم استهدافها واستهداف المواطنين في هذه المناطق. يعني بالفعل تحديد هذا الموعد أو الربط مع موعد إجراء جولة جديدة من المفاوضات يجعلنا دائما ما نستشعر الحذر مع كل جولة تفاوضية بأن إسرائيل ستعمد إلى هذا التصعيد الممنهج لكي تحصل على شروط أفضل. ما هي الشروط التي ترغب بها إسرائيل؟ ما هو التنازل الذي يمكن أن يقدمه الجانب الفلسطيني أكثر مما يقدم حاليا؟ يعني دعينا أقول أن هناك 5 شروط لرئيس الحكومة الإسرائيلية أعلن عنها خلال الأيام الماضية وقدمها للوسطاء. أولاً ما يتعلق في محور فيلادلفيا والسيطرة عليه والسيطرة على معبر رفح، وكأن هذا مسموح له للاستمرار باحتلاله قطاع غزة. وثانياً السيطرة على محور نسرين من خلال حجج تتعلق بانتقال المواطنين الفلسطينيين من الجنوب إلى الشمال، أي عودة النازحين إلى أماكن سكنهم السابق في شمال قطاع غزة، وبالتالي وجود آلية للتفتيش يعني استمرار الاحتلال الإسرائيلي والتحكم في هذا الممر. الأمر الثالث هو السماح لإسرائيل بالاستمرار بعملياتها العسكرية تحت بند أن هناك فروقات من أي من الفصائل الفلسطينية للهدنة. الأمر الرابع وهو الحصول على قائمة لجميع الأسرى الإسرائيليين خاصة الأحياء منهم، وزيادة عددهم في المرحلة الأولى، أي إطلاق سراح عدد أكبر من الأسرى الإسرائيليين الأحياء في المرحلة الأولى. والأمر الخامس وهو المستجد يتعلق بطلب إسرائيل أن يتم إبعاد الأسرى الفلسطينيين الذين تصنفهم بأنهم أيديهم ملطخة بالدماء، أي أولئك الذين قتلوا إسرائيليين قبل اعتقالهم إلى خارج الضفة الغربية وقطاع غزة. وهذه القضايا الخمسة هي مسار ليس جدال، هناك رفض فلسطيني في المفاوضات السابقة حيث أكدت جميع
المباحثات وايضا التصريحات بانه لا يمكن القبول بوجود اسرائيل في قطاع غزه سواء في محور فيلادلفيا او في نتسريم او على المعبر، وان هناك ينبغي ان يكون هناك انسحابا كاملا من قطاع غزه الى ما قبل 7 من اكتوبر. ثانيا، وقف اطلاق النار يجب ان يكون وقفا شاملا ودائما. والامر الاخر ان الاسرى الفلسطينيين وفقا لما تسرب من المفاوضات السابقة على مدار الأشهر الماضية قد أتيحت فرصة لإطلاق سراح 50 أسير فلسطيني خارج البلاد، أما البقية الباقية من الأسرى الفلسطينيين حتى أولئك التي تصنفهم إسرائيل بأنهم خطرين سيعودون إلى أماكن سكنهم في قطاع غزة وفي الضفة الغربية. أعتقد أن هذه الشروط تعطل إمكانية الوصول إلى أي اتفاق، وهذا ما قاله الوسطاء ليس فقط الفلسطينيين عندما قالوا بأنه إذا لم يتم حل القضايا الخلافية والتنفيذية للاتفاق سيتدخلون كوسطاء بتقديم مقترح نهائي لحل الإشكاليات القائمة. وأعتقد أن الآمال التي ارتفعت والتفاؤل الذي جرى يوم أمس فيما يتعلق بقدرة الوسطاء على الولوج لإنجاز اتفاق أعتقد أنها تتضاءل مع الشروط أو مع عمليات القتل التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي للآمنين كما جرى اليوم في مدرسة التابعين، وربما نشهد خلال الأيام القادمة أيضا المزيد من عمليات القتل للفلسطينيين بهذه الوحشية التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية وقوات الاحتلال الإسرائيلي. مسألة الإبعاد، يعني الشرط الذي ذكرته كشرط خامس وهو يعني يعد من بين أصعب هذه الشروط، لأنه القائمة هي من ستضعها إسرائيل، وبالتالي كل مواطن فلسطيني هو يعني مشروع إرهابي بالنسبة أو هو إرهابي بالنسبة لإسرائيل، وبالتالي هو من المطلوبين أو من المبعدين، أليس كذلك؟ هو المفهوم الرئيسي لدى الإسرائيليين الفلسطيني الميت هو الفلسطيني الجيد. صحيح. وأي فلسطيني حي هو إرهابي أو هو سيء، هكذا تروج لها إسرائيل دائما، وهذا جزء من سياساتها. فيما يتعلق بال150 أسيرا وهم أولئك أغلبهم هم قيادات الأسرى الفلسطينيين ومن أمضوا سنوات طويلة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، تم الاتفاق على أن هناك 150 سيتم إطلاق سراحا من هؤلاء، تحدد القوائم من قبل حركة حماس، وهناك خلاف على مدى اعتراض إسرائيل على أسماء هؤلاء الذين سيطلق أسرهم أو يطلقوا من الأسر. ثانيا، هناك اتفاق أن هناك 50 يمكن القبول بأن يطلقوا خارج البلاد ليس في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، أما البقية الباقية فهم يطلقوا في هذه المناطق، في يعودون إلى أهليهم وأسرهم وإلى بيوتهم في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. لذلك إسرائيل تريد وضع شروط جديدة لعرقلة إمكانية الوصول إلى اتفاق، مع أن هذه المسألة قد حسمت أو شبه حسمت في المفاوضات السابقة. يعود نتنياهو من جديد لوضع العراقيل لمنع الوصول إلى اتفاق، لأن نتنياهو بالأساس من حيث المبادئ الأيديولوجية لنتنياهو هو يريد التطهير العرقي، هو يريد صحيح، يعني هذا ما كنت أرغب في التأكيد عليه أو الوصول إليه في يعني هذه المناقشة، إنه يعني إسرائيل تأخذنا في متاهات، تضع الشرط تلو الشرط، ولا أتحدث فقط عن نتنياهو، كل إسرائيل حتى يتم المراد والهدف المرجو داخل العقلية الإسرائيلية بإيصال جميع الفلسطينيين إلى أن يكونوا فلسطينيين جيدين وبين مزوجين قتلى، يعني هي عملية إبادة جماعية وليست هناك شروط جدية، يعني حتى لو تم القبول بكل هذه الشروط بالتأكيد إسرائيل لن ترضى. دعينا أقول أن إسرائيل تضع الشروط تلو الشروط لعرقلة الوصول إلى اتفاق لبواعث ثلاث لدى رئيس الحكومة الإسرائيلية. قلنا قبل قليل أن هناك باعثا أيديولوجيا لتحقيق أحلام نتنياهو الأيديولوجية، ويعتقد أن هذه فرصة تاريخية لن تتكرر فيما يتعلق بمسألتين. المسألة الأولى إمكانية التطهير العرقي وتهجير المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة كما سيمارس ذلك في الضفة الغربية لكن بأشكال مختلفة، هذا من جهة، وهي يمارسها في مناطق جيم تحديدا لطرد الفلسطينيين من تلك المناطق وسلاء المستوطنين عليها.
الأمر الثاني أن هذه الحكومة الإسرائيلية الفاشية أو الائتلاف الحكومي الفاشي هي فرصة تاريخية ربما لن تتكرر، هكذا يعتقد نتنياهو، لذلك يمارس مبادئه وقواعده وذهنيته الأيديولوجية تماما التابعة للصهيونية التصحيحية التي ترى بأن دولة إسرائيل هي من النهر إلى البحر وبالتالي لا وجود للشعب الفلسطيني، وهذا ترجمه بشكل رئيسي سموتريش في خطة الحسم الذي يرى بأن الفلسطينيين إما أن يقتلوا أو يهاجر أو يتم تهجيرهم بغض النظر عن تهجير طوعي أم قسري أو أن يستسلموا وبالتالي يكونوا عبيدا للإسرائيليين أو لليهود باعتبارهم الشعب الله المختار وبقية الشعوب الأخرى تعمل لديهم إما حراسا أو عمالا. هذا من ناحية أيديولوجية. أما من ناحية سياسية فهو يريد الحفاظ على هذا الائتلاف الحكومي كما قلت قبل قليل باعتباره ربما المرة الأولى والأخيرة التي سيتشكل بهذا الصنف على ما يبدو بهذه التركيبة الفاشية من المستوطنين ومن غلاة اليمين الإسرائيلي. الأمر الثالث وهو في ظني أنه بات ثانويا لكنه مهم بالنسبة لنتنياهو أنه لا يريد دفع ثمن للأخطاء والخطايا والجرائم التي ارتكبها ضد الشعب الفلسطيني على مدار السنوات الماضية. وأنا أريد أن أذكر بأن نتنياهو منذ اليوم الأول لاتفاق أوسلو وقف ضده وقال بأنه ينبغي تدميره لكن ليس بشكل عنيف إنما بإجراءات متدرجة لإلغاء هذا الاتفاق، ظناً منه بأنه بهذه العملية يلغي الكيانية الفلسطينية السياسية التي كما يعتقد أنها تهدد الوجود الإسرائيلي أو تهدد وجود اليهود في هذه المنطقة.